وبشأن تداعيات قصف الميليشيات للسفارة الأمريكية واحتمالية البدء في عملية جديدة ضد القواعد الأمريكية بحسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح واشنطن بوست الأمريكية تقول فيه إن ميليشيا حزب الله في العراق تسعى لمهاجمة القوات الأمريكية، وهناك حديث عن إعادة نشر القوات الأمريكية في العراق، لكن هنا سيادة العقيد هل بإمكان الميليشيات أن تجدد هجماتها ضد المصالح الأمريكية في العراق في هذا الظرف الراهن؟ نعم، بداية مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الرافدين. نعم، أنا أعتقد بأنه الصراع في العراق يدخل مرحلة جديدة من التصعيد ما بين الميليشيات التابعة لإيران وما بين القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، خصوصا بعد أن توالت وتبادلت الضربات ما بين الطرفين خلال الفترة الماضية، وهناك إصرار من قبل هذه الميليشيات على استمرار هذه الضربات على القوات الأمريكية حتى بعد الرد الأمريكي الذي جاء على 5 قواعد تابعة لميليشيا حزب الله في الفترة السابقة. هناك إصرار على ضرب القواعد الأمريكية وخاصة القواعد أن نستطيع أن نقول المختلطة والتي تستطيع هذه الميليشيات الوصول إليها. اليوم ما تقوم به القوات الأمريكية وعملية إعادة تموضع وعملية إعادة انتشار، هذا الانتشار يؤمن تقليل أو تقليل تعرض القوات الأمريكية إلى هجمات مختبلة من قبل هذه الميليشيات. وبالتالي تم الانسحاب من كيوان، تم الانسحاب من الجيارة، تم الانسحاب من القائم. هناك أعداد قليلة للقوات الأمريكية في هذه المناطق ويمكن أن تتعرض إلى ضربات من قبل هذه الميليشيات، وبالتالي قامت القوات الأمريكية بسحب جنودها من هذه المناطق. تحاول الآن أن تؤمن بطاريات صواريخ باتريوت في القواعد الكبيرة كقاعدة الحبانية أو قاعدة عين الأسد في الرمادي، إضافة إلى قاعدة حرير في أربيل. لذلك أنا أعتقد بأنه يمكن لهذه الميليشيات أن تقوم بالتصعيد، ولكن كلما ابتعدت القوات الأمريكية عن تواجد هذه الميليشيات أنا أعتقد بأنه ستقل احتمالية الضربات إن لم تكن هناك موالين لهم تم كسبهم خلال الفترة الماضية من قبل هذه الميليشيات للقيام بمثل هذه العمليات المحتملة. طيب سيادة العقيد، أيضا في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يعني قالت بأن وزارة الدفاع الأمريكية وجهت بتحضير حملة عسكرية ضد الميليشيات في العراق، هل تتوقع الرد هذه المرة سيطال قيادات في الميليشيات كما حدث سابقا ضد أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني؟ نعم، المواجهة هي مستمرة، يعني المواجهة لم تتوقف ما بين الميليشيات والقوات الأمريكية منذ فترة، يعني منذ أن الضربات التي جاءت في مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس وإلى يومنا هذا. ولكن حتى هذا التصعيد من قبل البنتاغون بالتخطيط، انا اقول بان هناك انقسام بالاداره الامريكيه حسب التصريحات الموجوده. هذا الانقسام يمثله وزير الخارجيه ومستشار الامن القومي الذين يدفعون باتجاه شن هجوم على ايران ووكلاءها، وكذلك الجانب الاخر الذي يمثله وزير الدفاع ويمثله ايضا قائد القياده المشتركه الامريكيه مارك ميلي، وبالتالي ابدوا قلقهم من اي تصعيد عسكري. كما أن القوات الأمريكية المتواجدة في العراق الآن هذه الموارد هي لتقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والتدريب للقوات الحكومية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الجوي. يعني عندما يكون هناك تغيير في المهام إذن يجب أن تكون هناك قوات قادرة على تنفيذ هذه المهام، وبالتالي قد يحتاجون إلى أعداد إضافية لتنفيذ أي عمل عسكري باتجاه هذه الميليشيات على الأرض. لذلك من السابق لأوانه أقول بأن تكون هناك عملية عسكرية على الأرض، ولكن يمكن أن يكون هناك تصعيد باستهداف قيادات سواء كانت عسكرية أو حتى سياسية تابعة لهذه الميليشيات خلال الفترة المقبلة. الوضع معقد جدا، لأنه عندما تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية هذه الميليشيات بعملية عسكرية نقول أين الحكومة في بغداد؟ أين موقف القوات المسلحة يعني بما فيها وزارة الدفاع والداخلية من هذا التصعيد؟ هل يقفون يتفرجون على ما يجري في العراق أم سيكون هناك موقف؟ نحن أمام إشكالية حقيقية في العراق، وهناك حقيقة انفلات كامل لهذه الميليشيات التي تجر العراق إلى المجهول. يعني سيادة العقيد، آلية الرد هل ستكون ضربة جوية من خلال الطيران المقاتل أو المسيرات، أم ستكون هناك مواجهة صريحة عسكرية بين الطرفين تستخدم فيها جميع صنوف القوات الأمريكية إضافة إلى الميليشيات؟ أنا أعتقد أن هذا سيعتمد على ما ستقوم به الميليشيات خلال الفترة المقبلة. إذا كانت الضربات التي توجه
إلى القوات الأمريكية ضربات مؤلمة وموجعة للقوات الأمريكية، فأعتقد بأن جميع الخيارات ستكون مطروحة بما فيها الخيار العسكري البري. ولكن الآن أنا أعتقد بأنه بالنسبة للطائرات المسيرة يمكن لها أن تعمل وقد عملت الفترة الماضية، وبالنسبة للطيران الجوي أيضا الحربي هو قام باستهداف لمواقع الميليشيات في الفترة الماضية. إذن لم يبقى لدينا إلا استخدام القوات، وهذه القوات أنا أعتقد بأنها سوف تستخدم إذا ما كانت هناك ضرورة أمنية كبيرة جدا، خصوصا وأن السفارة الأمريكية تتواجد في نصف في منتصف بغداد، وهذه السفارة ستكون معرضة حتى لمسألة السيطرة من قبل هذه الميليشيات التي تقريبا تهيمن وتسيطر على الوضع في بغداد، وبالتالي لن تكرر الولايات المتحدة الأمريكية ما جرى للرهائن الأمريكان في طهران عام 79، ولن تكرر أيضا ما جرى في ليبيا للسفارة الأمريكية، لن تسمح بهذا الوضع، وبالتالي هم يتحسبون لأسوأ الاحتمالات بما فيها التخطيط لما سوف يمكن أن تقوم به الميليشيات في الفترة المقبلة. من اسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لكم.